مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في البث المباشر من قلب الدار البيضاء، وبالضبط الساحه الغنيه على التعريف، ساحه محمد الخامس او ساحه الحمام. يعني هنا منظر جميل للساحه، وكذلك النافوره ديالها اللي كتخرج المياه بشتى الانواع. يعني كل مره كتبدل الشكل ديال المياه، وكذلك الشمسه، يعني الشمس اللي اليوم عارضه الضوء ديالها مع الصباح هذا، يعني جو جميل جدا، جو كما تقولوا ديال الانسبيراسيون، جو ديال قراءه الكتب، ديال الرسم، ديال بزاف الانشطه، وكذلك انك تصور في هذا المنظر الجميل اللي كاين في ساحه الحمام بهذه النافوره هذه. ساحة الحمام اللي غنية على التعريف، اللي كل كازا وكيعرفها او كل مغربي، وما كاينش مواطن مغربي جا لكازا وما داش سوفونير لكازا، داش سوفونير من هنايا من ساحة الحمام. وكذلك الاجانب اللي كيجيو من بلدان اوروبية، يعني وكيديو معاهم دي فوتو ولا صور، كيديو معاهم لاوروبا كتذكار انهم جا تصور في هاد البلاصة هادي اللي كتصبح من اللي اصبحت من المعالم التاريخية ديال كازا، يعني اللي غتكون على مر العصور ان شاء الله حتى تنتهي هذا العالم هذا. يعني هذه النافوره هذه اللي حنا ككازاوا كنفتخروا بها منذ الصغر، يعني انا شخصيا ملي كنت صغير وانا كنجي لهاد البلاصه هذه كنتصور فيها، شفت بزاف ديال التطورات، يعني كل عام كتزاد مزيان، كل عام كيكون اضافات، تشوف ديال السلطات اللي كيقادوا هذا الشيء. يعني منظر جميل للحمام اللي كيستجمم بهذا الماء هذا الجميل، يعني يا ليتني كنت طائرا او حمامه لكي استمتع بهذا الماء هذا وبهذا المنظر الجميل واشرب من هذا الماء. يعني الحمام اللي كيجي من كازا كامله ومختلف الاحياء مختلف الاصدقاء، الحمام اللي اصبح موطن ديالو هذا، اصبحت ساحه استقرار او ساحه يلتقي فيها الحمام، يعني ربما يكون تزاوج هنا، ربما يكون حديث بين الحمام، يعني بشكل كبير هذا هو موعد او الملتقى ديال الحمام. يعني المكان اللي كيتجمعوا فيه الحمام ديال كازا كامل، الناس اللي كيربيو الحمام تيعرفوا هذا الشيء. يعني الانواع ديال الحمام سواء البلديس والرومي وكذلك السيبيانوس وكذلك الانواع ديال الحمام اللي كيطيروا بزاف هنايا، يعني والمنظر ديال النافوره زوين، والماء الماء الصافي، يعني الماء اللون ديالو صافي جدا، وكذلك المنظر الجميل اللي كيخرج من الماء، يعني جميل 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 صراحه. مكرهش انني نعوم في هذا الماء هذا والله، يعني نافوره واحد الشكل عاطيه زوين في هذه البلاصه هذه، الحمام اللي داير بها كذلك مثال، الماء شحال نقي. يعني شكرا للناس اللي كيسهروا على التنظيفه ديال الماء، تصفيه الماء اللي كيدخل وكيعاود يخرج بواحد النقاوه بواحد الصفاء، يعني والناس اللي مهلين في هذه النافوره هذه وهذه الساحه هذه. شكرا لكم هذا المنبر ديال الشعب شوف تي في. يعني في هذا الصباح هذا جو جميل اللي كاين، الشميسه ساطعه، الحمام مستجمم بهذه المياه اللي كتخرج من هذه النافوره هذه. النافوره اللي اليوم مبتسمه لينا كما كنقول بواحد التعبير مجازي، انها مبتسمه للناس كازا، عاطيها من المنظر الجميل ديال الماء، الطريقه باش كترش الماء طريقه زوينه بزاف، يعني الماء اللي صافي صافي جدا. يعني والساكنه مستمتعه بها، يعني اللي كيدوز حاليا في الصباح اللي كنت كيتصور حدا هذه النافوره هذه. يعني شكرا كل من شهد هذه النافوره، شكرا لكل من اعتنى بهذه الساحه هذه على مدار هذه السنين هذا. يعني نرجعوا للموضوع المشكل اللي كان الموضوع ديالنا الاساسي اللي هو الشميشه اللي صابحه اليوم في كازا واللي طلعت علينا اليوم في كازا وابتسمت لينا، يعني مدفيه الجو وكذلك ابتسامه النافوره. يعني هنا يا سلام منظر جميل مشاهدينا الكرام، يعني الاستمتاع ديالكم بهذا المنظر هذا. شكرا وتحيه لزميلتي اللي كتصور، الكاميرا وومن، يعني مجهود جبار اللي كدير انها كتشد لكم هذا المنظر الرائع. يعني يا ليتني كنت متفرجا انني نشوف هذا المنظر اللي شاده، يعني شكرا لها، يعني كتسهر على هذه المشاهد او هذه المناظر اللي كتصور. يعني وشكرا للناس اللي كيسهروا على هذا التنظيم ديال هذه النافوره او يعني اعطيوها العنايه المزيانه، يعني انها ما موسخاش، انها مزيانه لما اللي كتخرج من نقي. يعني الساحه اللي مهلين فيها على مدار السنين كل عام كيديروا فيها اضافات، الساحه اللي معروفه عند التوريست. يعني وهنا المنظر جميل والاسم الكبير اللي كنفتخروا به كامله، وي كازابلانكا، يعني نحن كازابلانكا، هنا كازا كنفتخروا بها، المدينه ديالنا العريقه، العاصمه الاقتصاديه للمغرب، حنا كنفتخروا بها حنا ككازاوا
المدينة المضيئة في المغرب يعني على رأس بزاف المدن يعني ما بين المغرب كنحبوا كازا وكنحبوا جميع المدن، لكن كازا كتبقى البلد المدينة الحقيقية ديالنا اللي كبرنا فيها وكبروا فيها والدينا وكبرنا فيها يعني. وهنا المحكمة وكذلك الزوار، شوفوا التوريست هاد الصورة هذه اللي غتجول أنحاء العالم، غتجول روسيا، غتجول ألمانيا، غتجول إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، يعني جميع الجنسيات، وكذلك أمريكا، أمريكا اللاتينية، يعني جميع الجنسيات اللي كيجيو للمغرب كيجيو لكازا بالضبط، ولا بد أنهم يتصوروا ويديو سوفونير كما تنقولوا، يديو ما يعودوا للأوروبيين أن باللي كازا هي مدينة اللي تستاهل أنها تصنف من أحسن المدن العالمية في هذه المناظر هذه. يعني جميل جدا هذا الجو هذا. شكرا لكل من يسهر على تنظيم هذه او العنايه بهذه النافوره هذه وبهذا الساحه. يعني هنا التوريست يستمتعوا بالتصاور ديال هذه النافوره هذه، يعني منظر جميل، منظر جميل هذه النافوره والحمام، الحمام اللي كيدير عليها دوره جولات. يعني شوفوا معنا المشاهدين الكرام الحمام اللي كيدور دوره على النافوره كرفرف يستجمل بالماء ديالو بالماء ديالها، يعني كيحاول يشرب من الماء. يعني جميل جدا جميل جدا. يعني هنا التوريست السياح يلتقطون تذكار امام هاد النافوره هذه، يعني هم والازواج ديالهم والوليدات ديالهم كيصيفطوا هاد الشيء للجيران ديالهم في اوروبا، يعني ماشي كل تاهم يشجعوهم انهم يجيو للمغرب بالضبط كازابلانكا اللي فيها ما يتصور وفيها ما يتشاف. يعني كازا رغم انها كبيره لازالت جميله، تحبنا ونحبها. هذه هي كازا، هذه هي المدينه ديالنا، تنحبوها بزاف. الشميشه اليوم اللي عاطي المنظر الجميل يعني تزامن مع الشميشه، يعني يا سلام يا سلام. اليوم اليوم انا فرحان اليوم، اتس ا جود انرجي انني ناخذها، اتس ا جود داي لينا كاملين اننا ناخذوا الطاقه الايجابيه. يعني الشميشه ضحك لنا اليوم ابتسمه، عاطينا لنا الاشعه ديال الجميله، وكذلك النافوره اللي اصبحت اليوم فرحانه ومخرج لنا الماء بهذا المنظر هذا، الماء اللي نقي، الماء اللي كيبان لك ابيض. يعني منظر جميل صراحه، يعني من هذا المنظر هذا كما نقول لكم نهاركم مبروك، من هذا المنظر هذا كما نقول لكم نهاركم مبروك. وجميل انكم تشوفوا هذا المنظر هذا، يعني شوفوا الماء كيفاش داير، شوفوا الصفاء ديال الماء، الماء اللي ما موسخش عكس بعض النافورات. يعني هاد النافوره هذه اللي الماء ديالها نقي، يعني كنقول لكم ما كرهتش انا نكون حمامه ونستفاد الماء هذا، يعني ولا وزه انني كنضرب هاد الماء هذا. يعني لولا القوانين فلا الانسان يقدر يسبح في هاد النافوره. جميل جدا، يعني صراحه كنحسد الحمام على هذا على هذا المنظر ديال اللي كنستمتع به. يعني شوفوا الحمام كيشرب الماء، الحمام كيشرب الماء بحال قلت لك كيستحمم بهذا الماء هذا. يعني سبحان الخالق سبحان الخالق. يعني ما حطش استراحه الحمام كيشرب فيه الماء، يعاود الطاقه ديالو من جديد وكيكمل المسيره ديالو. يعني كنعرفوا باللي الحمام يقدر يسافر، كاين واحد النوع ديال الحمام سميتو فواياجور، يعني كاين واحد الحمام سميتو فواياجور اللي كيسافر، وهذه هي المحطة ديالو اللي كيستريح باش يكمل الطريق ديالو. فمنظر جميل في الصباح هذا، يعني كازا يا كازا، كازا معروفة بالجمال ديالها، بالمناظر الزوينة ديالها، كازا الحب وكازا الفداء. كازا الليل وكازا النهار، الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية لهذه المملكة المغربية الشريفة. يعني شكرا لكل من شهد كازا، شكرا على شكرا للعمال اللي كيخدموا في كازا هذه بكل روح وكل شفاني في العمل، يعني وبكل مصداقية، وكيسهروا على التنظيم ديال هذا والتشييد ديال هذه النافورات الزوينين وهذه الساحة اللي على مدار السنين باقا ومازال غتبقى إن شاء الله حتى يبت الله على من أرضه. يعني كل شيء
منظر جميل صراحة. يعني أنا سكتش واستمتعت بهذا المنظر هذا يعني، وباش نيت نسمعوا هذا الصوت اللي كي الخرير المياه كما تنقولوا اللي كيعطي يعني منظر جميل جدا مشاهدينا الكرام. يعني يعجز اللسان على التعبير على هذه المناظر الجميلة. الله شوف السرب من الحمام يطير ويقوم بجولة حول هذه النافورة. المشاهدين الكرام كنوصلوا لنهاية البث ديالنا، كنشكركم على حسن التتبع ديالكم وإلى اللقاء إلى بث آخر إن شاء الله.